مارينو مرشح لأفضل لاعب في الشهر في البريمير ليج بعد غياب طويل عن الملاعب وعن التألق، رجع ليتألق مع مانشستر يونايتد، وأضيف للقائمة اللي فيها برونو فرنانديز كمان من مانشستر، فيها ماني. واليوم رح نكمل جولات دوري الأبطال ويوم الحسم، إما أن نتأهل أو نخرج. حاليا نحن بالصدارة بفارق الأهداف عن ميلان، ولكن كلوب بروج وسيسكا موسكو كمان 3 نقاط، فالمجموعة لحد الآن ما انحسمت. رح نلعب مباراة أولى مع كلوب بروج، بعدين مع سيسكا موسكو، بعدين مباراة الحسم رح تكون مع ميلان على أرض الميلان، لهيك لازم نركز بالمباراتين الأولى لحتى نحصل نقاط أكثر. وقبل مباراة ميلان عندنا مباراة مع مانشستر سيتي، مباراة مع ليفربول بالدوري، قمم ما بعدها قمم، اسماعيلين ورح يرجع يواجه غوارديولا مرة تانية. فهيا بنا نبلش الحلقة. المرة الماضية نزلت حلقتين يومين ورا بعض، والحلقتين انفجروا بالدعم، وحدة 24,000 لايك وحدة 23,000 لايك، وهي الحلقة بدي تفجروها وبدنا نوصل لأكثر من 20,000 لايك. شكرا لكم. ويا جماعة اللي ما بيعرف عندي قناة تانية، ومن هلا ورايح ناوي نزل عليها ردات فعل على لقطات وأهداف ومباريات ممكن، فالرابط بالوصف ما عليكم لا تضغطوا وتشتركوا. نرجع هلا لحتى نبلش المباراة. فإذا المباراة كلوب بروج مانشستر يونايتد على أرضنا، غرينوود فرنانديز راشفورد إسماعيل، فلنبدأ. بعد بداية سيئة جدا لمانشستر في دوري الأبطال، عدنا وفوزنا وتألقنا وضربنا ميلان بالأربعة، واليوم يوم حسم التأهل يمانيا يونايتد. هيا بنا في الأولد ترافورد فلنضرب ب3 نقاط. يلا إسماعيلين فرصة لهدف أول، غرينوود هرب بعيني على الصناعة من الثالثة. أوه يا غرينوود، اسماعيلينو استلام خريبة يا سمام، غرينوود مانشستر، سمع انطلق هناك في ناحية اليمنى، عرضها جميلة، هدف أول يا برونو. نهاية المباراة إذن بتعادل سلبي للمانيو على الأولد ترافورد، نقطة يتيمة من هنا من ملعبنا وبين جماهيرنا. ما زال هناك جولات يا إسماعيلينو، حاول على المرمى لكن لم يسجل المان في هذه المباراة ولم يكن موفقا. إذن مانيو يتعادل مع كلوب بروج، وإسماعيل غاضب مثل ما شايفين من الفرص اللي ضاعت، وجائزة أفضل لاعب بالشهر راحت من إسماعيلينو وأيضا من برونو فرنانديز. النصار الثاني بالمجموعة، كلوب بروج 4 نقاط، وضعنا صعب مع أن مباراة مع سيسكا موسكو اللي عنده 3 نقاط. إذا فزنا وتعثر كلوب بروج بتوقع أنه التأهل ممكن شبه انحسم. وضعنا بالدوري جيد جدا، نحن بالمركز الثاني بعد ليفربول، الفرق 5 نقاط غير المان سيتي وليفربول. كمان عنا مباراة مع المركز السادس ب20 نقطة، أرسنال مباراة قوية جدا على ملعبهم باستاد الإمارات. فهيا بنا للمنافسة على الصدارة في الدوري الإنجليزي، يجب أن نفوز على أرسنال هنا بكرنفال جماهيري رائع في ملعب الإمارات. تيفو رائع جميل لتيري أوري، إسماعيلينو هل يسجل في مباراة كبيرة جدا؟ رمية خطيرة لأرسنال داخل منطقة الجزاء، بداية سريعة، فرصة، أوه برافو مانشستر، الكرة عند برونو مرة أخرى، إسماعيلينو يلا بالمهارة، يلا بالمهارة، يلا بالتقدم، رائع جدا، إنسل خلف المدافعين، ضاعت الأولى، يا عيني على دخول ويا عيني على استلام، في ملعب أرسنال كادان يضرب إسماعيلينو. الكرة عند مانشستر، سمع يحاول التسديد من بعيد، سمع يواصل التألق لكن غير محظوظ في آخر المباريات، أي كرة وأي تسديد لفة ورايع، شوف معي شوف، يا عيني يا سمع من بعيد، كانت ذاهبة للـ90 لكن التألق رائع، سمع مررها خلف المدافعين، سجل هذه المرة، سجل الهدف الأول لإسماعيلينو. واخيرا سجل الكبير، هدف رائع وجميل في الكرة، وان رائع من سمع، غرينوود لف ومرره وبرونو فرنانديز وسمع في الشباك يا كبير. اذا خرجنا من شوط اول متقدمين بهدف هذا الكبير إسماعيلينو على ملعب ارسنال، نتمنى ان نستمر بهذا التقدم. الركنية لمانشستر تلعب عرضية خطيرة بالراس، كرة عند إسماعيلينو بالمهارة مرمي الأول، يا عيني يا سمع، الآن التمريرة سلسة وجميل، برازيلي رائع، الكرة جميلة خطيرة، ارحمني من المهارات يا إسماعيلينو، أي مرور من الأول وأي تمريرة رائعة، وشوف العرضية حتى الرأسية كان ممكن أن تكون خطيرة جدا، تاليسكا بجانب المرمى، لا يستحق أرسنال العودة للمباراة لأننا كنا المسيطرين منذ أول دقيقة،
لكن تاليس كسدت كرة كانت غريبة جدا من مرمى من ملعب أرسنال. هنا بثلاث نقاط رائعة سجل سومع وانتصر المانيو بعودة رائعة جدا. إذن الصحف تتحدث عن إسماعيل بأنه يسجل هدف الفوز أمام أرسنال، ومانيو يرفع سلسلة الانتصارات إلى 8 مباريات متتالية. حافظنا على مركزنا الثاني خلف ليفربول، الفرق فقط 5 نقاط بيننا وبين الليفر. مباراة ودية أولى للبرازيل سجلنا 3 أهداف في مرمى أمريكا. مباراة تالية أيضا فزنا على اسكتلندا بثلاثية. المباراة ما قبل الأخيرة أمام سيسكا موسكو اللي عنده 3 نقاط اللي راح يتمسك بالأمل الأخير، ومانشستر اللي بده يفوز يوصل ل10 نقاط، وبعدها عنا مباراة كسر عظام أمام ميلان في السان سيرو. مباراة ممكن أن تكون مباراة حسم التأهل يا إسماعيلينو. هنا تدريبات قبل المباراة في دوري الأبطال أمام سيسكا موسكو. بروكنية ملعوبة قصيرة من برونو فرنانديز عن سومع الذي يلعبها باليسرى بالراس. يلا يا مانشستر، يلا يا مانشستر، خطيرة جدا بالراس. يا عيني يا مان يونايتد، الهدف الأول براسية رائعة جدا صعبة على الحراس. هدف ملعوب، هدف جميل في دوري الأبطال، الارتقاء العالي وجول جول 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 جول. معلينو جبهة يومنا، عرضية رائعة، يطلب الكرة اللي يطلق واحدة من قذائفه من بعيد من بعيد من بعيد من بعيد. يا لها من ضربة من منتصف الملعب، إسماعيلينو يضعها كاد أن يسجل هدف عالمي في مرمى سيسكا موسكو. IR2 وأي كرة هناك في التسعين. العارضة العارضة العارضة، راشفورد المانيو مرة أخرى، إسماعيل هرب. يلا يا راشفورد، يا لها من تمرير رائع جدا، سمع لمسة واحدة عرضية وبالرأس بالرأس بالرأس، عادت الكرة سدد أوه على مانشستر. جميل، برافو يا شياطين يا حمر على شوط أول عالمي. يا مانشستر، برونو فرنانديز، سومع انطلق خلف المدافعين، رائع جدا لسومع، استلم للأمام، عليك الأمان، سومع عرضية ما زالت لمانشستر. جميلة راشفورد، هي كرة القدم يا خطيرة خطيرة خطيرة. هدف أول، احذروا سيسكا موسكو، أقول لكم بأنهم ممكن أن يعودوا كمباراة الذهاب. سيسكا موسكو خلف المدافعين في آخر دقيقة من المباراة، التأهل يؤجل يا مانشستر. قلت لكم بأنهم يستطيعون أن يعودوا ولم تسمعوني. شوف الكرة وشوف الخطأ الدفاعي بين المدافعين، تركوا الكرة، تقدم سيسكا وسجل هدف ثاني، سيناريو مباراة الذهاب، التأهل يؤجل لآخر جولة يا مانشستر. آه على كرة وآه على تعادل وسيناريو مثير، تعادل مخيب للأمال بعدما كنا منتصرين بهدفين، عادوا بهدفين. إذا مثل ما شايفين حاليا احنا ب8 نقاط، كلوب بروج وسيسكا موسكو ب4 نقاط، وبهذا الشكل بنكون تأهلنا للدور الثاني. مباراة ميلان راح تكون تحصيل حاصل، حتى الصدارة ما راح نقدر نجيبها، فلهيك لازم نركز حاليا على مباراة مان سيتي وليفربول بالدوري قبل مباراة ميلان بدوري الأبطال. اتأهل رسميا، فالتركيز راح يكون على مباراة ضد غوارديولا وضد كلوب. إذا مباراة ضد غواردي، ويا لها من ذكريات يا غواردي، سأفاجئك الآن بالمستوى. مان سيتي بالمركز السادس ب27، نحن بالمركز الثاني ب32. إذا فزنا على المان سيتي راح نخلي المان سيتي يطير لورا أكثر وأكثر، وراح نحاول نلحق بليفربول اللي عنا مواجهة بعد مواجهة السيتي، حلقة مولعة فهي بنا. إذا بعد زمن طويل مواجهة كبيرة بين إسماعيلينو، الفتى الذي لا يفضل غوارديولا، هنا غوارديولا على ملعب الأولد ترافورد. إذا إسماعيلينو تحت أنظار غوارديولا يريد أن يبدأ مباراة كبيرة هنا في الدوري للمنافسة على الصدارة، مباراة مهمة جدا. ولاحظ هنا هذه الأجواء الجميلة، جرينوود وكل نجوم المانشستر مندفعين جدا للفوز على المان سيتي. أمامية سمعة نزلها رائعة جدا، جرينوود أمامية مانشستر، رائعة يا سمعة خلف المدافعين لضرب المان سيتي، يا سمعة تمريرة وكرة جول، هدف في مرمى السيتي يا ماريو. سمع صنع وغرينوود سجل، ويا لها من انطلاقه وتفاهم، وضربنا مرمى غوارديا مانشستر. نعم هي اللقطة التي يريدها. كيف الحال يا غواردي؟ لقد نسيتك يا غواردي، أنا الآن من أبرز نجوم العالم. يلعب بخطة دفاعية بعد التسجيل، حتى سمع عائد للدفاع، السيتي لا يستطيع الاختراق، لكن هذه الكرة خطيرة خطيرة، والمرور
التسديد وهدف التعادل بشكل رائع جدا من رودري. متع العين بهذا الهدف الرائع من بين الأقطام وضعها هناك في التسعين. ضربة لا تصد ولا ترد. ثم المحاولة للمانيو. ثم أخذ مكان. مرة أخرى أنقذت من حارس المان سيتي. بوجبا إذن انضم لكتيبة السيتي والآن نزل لأرض الميدان يمرر ويتقدم. بوجبا خطير، احذروا هذا الفرنسي الكبير، أمامية خطيرة. دي بروين وبوجبا، هدف ثاني قلت لكم احذروا من بوجبا الخطير. مدافعين لا يوجد تسلل، يستلم ويحاول، خطيرة للمانيو، جميلة جدا، سدد الآن، ضربة جزاء يا حكم. مرة أخرى المانيو يحاول للتعادل يا مانيو. سمعة جرينوود، حرام عليك يا أخي، سجل، حرام عليك، تمريرة ولا بالأحلام، لكن جرينوود يرفض التسجيل ويضعها بجانب المرمى. حرام أن تضيع هذه الكرة، حرام. إذن المان سيتي قلب النتيجة وفاز بهدفين غوارديولا. أوه غوارديولا. إذن ليفربول من حسن حظ ما خسر مع السبيرز وما تغير شيء بفارق النقاط بيننا وبين ليفربول. لو فزنا كان ممكن نقترب أكثر، ولكن لم يكن بالإمكان أفضل من مكان. مثل ما شايفين السيتي اقترب مننا والفرق نقطتين، والفرق بيننا وبين ليفربول 5 نقاط، وعنا مباراة حاليا مع الليفر لننزل الفرق لنقطتين. إذا من سيكون لاعب العام في 2025؟ إسماعيل ليس موجود، رودريجو، مبابي، جواو فيليكس وصلاح المو. إذا من الأنفيلد مباراة كبيرة، مباراة كبيرة جدا للصراع على الصدارة أمام ليفربول. هيا بنا يا سمعة. المانيو في هجمة مرتدة رائعة جدا أمام أعظم مدافعي العالم يا إسماعيلين، وتمريرة جميلة جدا لجرينوود. جرينوود عرضية، فان دايك يا المانشستر. سمع يطلب كرة حوالي منطقة الجزاء، يمرر كرة رائعة جدا. هدف أول الأول يا إسماعيلين. في أول انطلاقة خلف المدافعين، يا لها من انطلاقة ويا لها من سرعة. كاد أن يكون أجمل هدف في الدوري الإنجليزي يا سمعة، من أول انطلاقة بعد الكيكوف كاد أن يسجل. فان دي بيك للأمام، ماني، برافو الحارس، دخيا أنقذنا. وصلاح باكور، شوف الباكورد للفرعون المصري الكبير، لكن الكرة مرت. جرينوود، يعني يا مانشستر. سمع ارتدت. إذن تبديلين، برونو فرنانديز وجرينوود يخرجون، وأوديغارد وديباي يدخلون آخر 13 دقيقة لنحرق الليفر. الكرة عند أوديغارد، لعبها سمع على الطائق. أجمل هدف في مسيرة إسماعيلين، رسمياً على الطائر، يحرق مرمى ليفربول، يحرق مرمى المتصدر عندما تغلق الأبواب. إسماعيلين هو الحل، شوف الكرة من أوديغارد على الطائر، بوم 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 بوم، لا تصد ولا ترد يا إسماعيلين. هذه تدرس في المدارس، أعطوا دروس بأن إسماعيلين السلساوي يسجل الأهداف الإعجازية ليفربول. الهاتريك في مرمى ليفر يا سمع. استلام عالمي باليسرى، اعذرني يا أودي، أريد الهاتريك يا كبير، الهاتريك في مرمى ليفربول. سمعني الصوت يا ليفر يا متصدر، شوف المرور والهدوء أمام المرمى، أمام أليسون يسجل، أمام أعظم مدافع في العالم يخترق إسماعيلينو. أوديغارد إسماعيلينو، ممكن سوبر هاتريك، شيء غير طبيعي. إسماعيلينو يلعب عرضية جميلة، راشفورد، ماذا فعلت يا راشفورد؟ وضيع ديباي. سمعة أهدى هدف رابع، لكن إسماعيلينو اليوم غير. هاتريك، يأخذ الكرة ويحيي الجماهير ويقول أنا السيد لبريمير ليج وأنا قريب من دوري الأبطال، أريد تحقيق دوري الأبطال يا سادة. إذن إسماعيلينو يسجل هدف الفوز أمام الليفر، والمانيو يستعيد تفوقه على الليفر. مان سيتي تغلب على تشيلسي، والمانيو غلب الليفر بثلاثية. إذن أصبحنا على بعد نقطتين من الليفر، والسيتي عم يلحق فينا شوي كمان على بعد نقطتين. الدوري الإنجليزي مو طبيعي، حتى تشيلسي والسبيرز 32-31، حتى ساوثامبتون كمان 29. إذا تعادلنا مع ميلان 1-1، مباراة تحصيل حاصل، وتأهلنا للدور الثاني من دوري الأبطال. لنشوف مين راح نواجه بدوري الأبطال.
خال الحظ يا جماعة، نلعب ضد برشلونة الفريق اللي جينا منه على مانشستر وما قدرنا نحقق معه دوري الأبطال. إذا خسرنا رح يكون شيء خرافي، وإذا فزنا كمان رح يكون شيء كمان أكثر من الخرافي. فالسيناريو مجنون بانتظارنا بمباراة بدور 16 من دوري الأبطال. هم تكون خلصت حلقة اليوم، لا تنسوا تشتركوا بقناة التاني هي بالوصف وتشترك بالقناة يا حبيبي. وصلت لهون ومانك مشترك، اشترك أكيد، وشكرا لك على المتابعة ودمتم بألف خير. We'll be right back.